السلام عليكم حبيبتي، معكم أم سارة للطبخ. اليوم جيتكم بهذه الوصفه، وصفه بنينه بزاف، اقتصاديه سهله، بدون لحم وبدون دجاج. في بمكون سحري يمد لهذا الطبق بنه هايله. هذا الطبق هو شوفلة ولا الزهره ولا القرنبيط، باني مع يوسوس بالزيتون مع زروديا ولي فخيت ولا بطاطا مقليه، يجي مغذي بزاف بزاف، او ميم طون بنين واقتصادي. دونك ما تسحقوا ني دجاج ني لحم، غير المكونات هذو الاساسيه مع حبه ولا جود تاع البيض ولا ولاد الدجاج. باش تشوفوا الوصفه ما عليكم غير تتبعوا كامل المراحل ومقادير ومقادير هذه الوصفه. ونبداو على بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بديت الوصفة تاعي، دونك درت شوية تاع السوم، شوية تاع الزرودية هكدا، في شوية تاع الزيت يتقلاو. زدت لهم هنا حبيبة، شوية حبيبات تاع الزيتون. الزيتون هذا كنت رقدتو في الماء باش يتنحالو كامل هذاك الملح، ونديرو يتقلى هكدا باش يسرح كامل هذاك، يطلق كامل هذيك البنة تاعو. بالبلا تاعي دونك شويه تاع القرفه، شويه برك، شويه تاع راس الحانوت، واللي محبي فلفل اسود ديروا فلفل اسود يجي بنين بزاف. شويه تاع الماء الملح بلوتو، تعليه هنا دونك هذاك الخليط، استعلي حبه تاع طوماطيش طبيعيه عاديه، وزدت من غير فتاع طماطم مصبره. دونك نقليهم كامل هكذا، ومن بعد نجي نمرق بما يكون سخون. ونخليه يطيب على غرضو. بعد ما طاب الشوفلوغ تاعنا هاوليك، شوفو واش نديرو. انا حبة تاع البيض ولا زوج على حسب كمية الشوفلوغ. انا عندي راس وحدة متوسطة، دونك تدي لي نورمالمون بيضة وحدة. شوية تاع الحليب، شوية تاع الملح، الا حبيتو ديرو توابل ديرو، خلطوهم كامل مليح هكذا. زدت حبيبة وحدة باش تكفيني، خفت ما تكفينيش هاديك. دونك نجيبو هداك الشوفلوغ تاعنا نغمدو. هذا تقدروا ديروا فيه الكركم، القرفه، تقدروا ديروا فيه في هذا الخليط تاع البيض والحليب مرق دجاج ولا مرق الغنمي، ونديروهم في الزيت هكذا. كملوا كامل الكميه بهذه الطريقه. الزيت لازم تكون سخونه. ما قليت هذاك الشوفله، دونك واش درت، دخلته داخل لاصوص باش يزيد يتب شويه، باسكو ما طيبتوش 100%. او ميم طون يجبد مع هذيك لاصوص، و هذاك الشوفله سرح شويه البنه تاعو في هذيك لاصوص. دونك باش هذا يدي لهذا، نعاود نشوفكم. دونك بعد هكذا واحد 2-3 مينوت نطفي عليه وندوزو للتقديم. تاعنا بعد ما كملناه هنا واش درت، درت زدتلو شويه تاع حبيبات تاع بطاطا كوبي هكذا اوندي مكعبات صغيره، قليتهم في الزيت، زدتهم هكذا يزيدوا بنه ويزيدوا يشبعوا باش تجي الكميه كبيره. دونك الريحه تاع هذا البلا او يعبق في الدار، سورتو هذاك المكون هذا اللي زدناه هذا الزيتون، دونك يغنينا على اللحم ولا الدجاج ويجي بنين بزاف. نصحكم تجربوه. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم. نترككم في رعايه الله، والصلاه والسلام على رسول الله.